الإفريقية كيف قلت هي كأس إفريقية لكرة القدم الخاصة بالمكفوفين سيسي فوت. هذه الكأس الإفريقية المهم فيها أنها مؤهلة لبطولة العالم ومؤهلة للألعاب البارا أولمبية، بحيث اللي غيفوز بهذا الكأس غيتأهل لهذ التظاهرتين الاثنين. وكأس إفريقية لكرة القدم المنتخب المغربي حاز عليها 4 مرات على التوالي، ونتمناو هذه لا تكون في البلاد ديالنا حتى هي تكون إن شاء الله من نصيبه. طبيعة الحال حنا غادي في نفس النهج اللي غادا في البلاد ديالنا، حنا الحمد لله هذا كيف كيندرج تحت في نفس السياق ديال تنظيم جميع التظاهرات الكبرى داخل الوطن ديالنا والتعريف بالوطن ديالنا والمؤهلات ديال الوطن ديالنا. والحمد لله ان الوطن ديالنا قادر ان ينظم مثل هذا التظاهر ولله الحمد. الحمد لله تظاهر غدا في واحد الجو جميل بخل تظافر عدة جهود ديال المؤسسات، وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، وكذلك وزارة التنمية التضامن التنمية الاجتماعية والأسرة، وكذلك عمالة السيد عامل عمالة بن سليمان ورئيس جماعات المنصورية. فهاد الناس كاملين الحمد لله دايرين ديهم معنا، والمنظمة العلوية لرعاية المكفوفين كذلك. يونس الإدريسي الكاتب العام للجامعة الملكية المغربية لرياضات المكفوفين وضعاف البصر. أول شيء أنا كنبغي نهنئ جميع المغاربة أولا بهذا الفوز اللي كان اليوم، يعني فوز مستحق المنتخب ديالنا على المنتخب المصري ب4-0. صراحة التنظيم يعني كان تنظيم قوي، المغاربة يعني معروفين بتنظيم مثل هاد التظاهرات. الجامعة الملكية المغربية لرياضات المكفوفين وضعاف البصر سخرت كل الإمكانيات وكل لوجيستيك باش ينجح هذا العرس الافريقي، وحنا تقريبا يعني حضرنا الاربعة ديال النسخ اللي دازت في القارة الافريقية، ما عمر شي واحد شاف هذا التنظيم بهذا الشكل هذا. وهذا يعني ماشي حنا اللي قلناه، قالوا الناس يعني ديال الاتحاد الدولي اللي كانوا حاضرين انباهروا بالقوة وبالحضور ديال الجمهور. وانا من هذا المنبر هذا كنشكر السيد عامل اقليم بن سليمان اللي صراحة يعني ساعدنا ومد لنا يد العون وجميع السلطات وكل كل كل اللي ساهم في انجاح هذا الحفل الكبير اليوم اللي هو كأس أمم أفريقيا لكرة القدم للمكفوفين سيسي فوت المغرب 2022. In an Arabic country, and what a great start, because it was full of people and celebrating the goals of the Morocco team in the morning and the Nigerian team. And tomorrow there will be also first female game, because the Moroccan female team has already qualified for the World Championship. So we invite all people to come here and enjoy the games. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب، وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.